من كم يوم نشرت معجبة بعض الصور لليسا مع فريدريك أرنو المعروف عنه انه حبيبها، ووقتها اكدت المعجبة انهم كانوا في موعد غرامي بمتحف رودان للفنون في باريس. وبعد وقت قليل جدا من انتشار الاخبار دي، في يوم الاربعاء الماضي ليسا شاركت مجموعة صور جديدة، والصور دي بقت ترند في كل حتة لان ليسا بكل وضوح اكدت مواعدتها لفريدريك أرنو. ففي اول صورة تقدر تشاهد متحف رودان، اما في الصورة التانية تقدر تشاهد ليسا وهي مرتدية نفس المعطف من موعدها الغرامي. رغم ان المعادة تعتبر من محرمات الكيبوب، ولكن المرة دي كان رد فعل الجمهور الكوري غريب جدا، لان اغلب تعليقات الكوريين كانت بتتمنى ليهم السعادة وقالوا نريد من ليسا ان تكون سعيدة فقط. مش كده بس، كمان من الواضح ان ليسا بدأت تواعد فريدريك أرنو في الاماكن العامة بدون اي خوف ولا، وده لان المعجبين شاهدوهم مع بعض من تاني. والمرة دي ليسا كانت بتتناول وجبة لطيفة مع فريدريك أرنو في مطعم ميشلان بباريس، والمطعم ده فاخر جدا وحاصل على 3 نجوم. كمان المعجبين اللي شاهدوا ليسا في المطعم قالوا انها كانت مرتدية فستان ضيق مبين ظهرها الجميل، ده غير انها شاركت ستوري انستجرام لوجبات الطعام اللي اكلتها في المطعم، وده اللي خلى عدد كبير من المعجبين يتأكد انها بتعترف بشكل مباشر بعلاقتها مع فريدريك أرنو ابن اغنى رجال العالم. وعلى الناحية التانية كل عارف ان ديسباتش واحدة من اكبر وسائل الاعلام في كوريا الجنوبية، ومتخصصة في نشر فضايح المواعدة بين الفنانين وتحديدا في شهر يناير وبداية كل عام. ولكن المرة دي في يوم الثلاثاء اللي فات نشرت ديسباتش صورة ليسا مع فريدريك أرنو على ستوري الانستجرام، وكتبوا ليسا من بلاك بينك تستمتع بموعدها الغرامي في متحف رودان مع ابن مجموعة الفي ام اتش. وبالمقالة كده ديسباتش على وجود علاقة غرامية بين ليسا وفريدريك أرنو، وده اللي أكد للمعجبين ان علاقة الحب بينهم جدية جدا. اكتب لي في التعليقات انت رايك ايه في اخبار النهارده، وما تنساش الاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.